طبعا المناسبة هذه هي مناسبة مهمة جدا لنا، المنشآت الصغيرة المتوسطة جزء الآن من خطة الدولة واستراتيجية الدولة هو تشجيع القطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة. في مجلة الرجل وفي مجلة سيدتي كان لنا مبادرة في دعم المنشآت الصغيرة الستارت اب، وفتحنا أيضا مبادرة بالمشاركة مع البنك الأهلي التجاري، وحققنا تبني لعدد من رائدات الأعمال. واليوم في هذا التظاهر نجد أنه فرصة كبيرة جدا إطلاق مشروع المول الذي أطلقناه تحت منصة الشركة السعودية للأبحاث والنشر. المشروع طبعا هو يركز على التجارة الإلكترونية. إحنا وجدنا أنه التوجه في عالم الديجيتال أن إحنا نبني خدمات إضافية نحقق كما يقولون متطلبات الناس. تجربتنا في مشروع المول واحدة من المشاريع اللي تركز على التجارة الإلكترونية وتصل إلى جمهور كبير جدا في السعودية وفي الأمارات وفي دول الخليج في العالم العربي. وقريبا إن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة حنطلق أيضا مشروع جديد حيفتح فرص جديدة للشباب والشابات السعوديات في شراكات جيدة وتحقق الفائدة لهم والعائد الإيجابي.